قوي. نور احنا طبعا كلمه الحريم بتضايق الستات. اه فانتوا ليه قلتوا الحريم؟ لان في طقس من طقوس السحر بيتعمل اسمه جمال الحريم، فاحنا شارحين ده في المسلسل، فعشان كده بقى اسمه جمال الحريم. شفتي تفاعل ازاي الناس مع الشخصيه يعني وطلع ترند والناس شفتي تفاعل ازاي؟ الناس مبسوطين، ناس منفعلين مع الشخصيه، بيتابعوا المسلسل كل يوم، في عارف تعليقات معينه. بقول انا لسه في البدايه، 45 حلقه دول كتار قوي، لسه في عندنا حاجات كتير بنقولها وان شاء الله كمان يعني يعجبوا الناس. ونشوف الحلقات النهارده 6 حلقات زي ما هو طبيعه، مثلا 15 بالكتير زي زودياك مثلا. ليه عملتوا 45؟ احنا مش منصه طبعا، 45 حلقه لانه بره رمضان في عدد، في مسلسلات بقوا بيعملوا 45 حلقه وكده، وكانت تجارب ناجحه، فده موضوع كمان بيحتمل فيه 45 حلقه. بين اول سيزون ولا الان سيزون في رمضان؟ بص انا المهم عندي السكريبت والدور والنص والتجربه نفسها، يعني مش فارق امتى يتعرض بس المهم يكون حلو. كان في انسجام رهيب بيني وبين فؤاد، ده جه ازاي؟ اه يعني وليه لا، بالعكس دينا ممثله هايله وممثله بروفيشنال ولذيذه جدا في التعامل، فبنتعامل مع بعض عادي جدا، ليه لا. اجواء الرعب دايما بتطغى على التصوير، يعني ممكن تلاقي عفاريت طلعت، حاجات اختفت، حاجات بتقع، ده حصل معاكم؟ احنا اقوى من العفاريت، احنا اللي خوفناهم. عملتي معايشه طيب للموضوع ده اصلا؟ لا انا ما بؤمنش بده. عملتي معايشه مع حد عشان تدخلي في المود ده؟ لا لا خالص، ما كانش في وقت. انا لما استلمت سكريبت وكنا بنجهز للتصوير كان سريع جدا، وابتدينا 5 شهور تصوير ليل نهار، فولا شفت حد ولا كلمت حد. ممكن عن كواليس العمل بعد ما تطلع من مشهد رعب، عن ليه بتكوني حاسه بيه؟ بص ببقى مرهقه، بيبقى في ارهاق جسدي ونفسي يعني، فاهمه؟ ببقى عايزه انام، عايزه اسيبوني يا جماعه، لان كمان في مشاهد كتير كتير كده كانت مرهقه. اثر عليكي في البيت؟ اثر عليكي في البيت؟ لا الحمد لله، لا كنت مسيطر عليكي؟ لا الحمد لله كنت بخلص شغلي، بس كان ايه اللي بيأثر في البيت؟ برجع تعبانه يعني مرهقه. انت استعدتي للشخصيه ازاي؟ في حاجه راحت؟ لا تعظيم والله. استعدت ازاي للشخصيه؟ شخصيا بصي انتي ما كانش ينفع اذاكر ازاي هتخض او اخاف او اجري، انا ببقى فاهمه الشخصيه المراحل اللي بتعدي بيها، اول مرحله، تاني مرحله، تالت مرحله، يا جماعه بتكلم اول مرحله، تاني مرحله، عارفه بتستعدي لها كده، وبعدين خلاص مع توجيهات المخرج، المخرجه طبعا كله بيعدي. لما عرفتي ان خالد سليم هو اللي معاكي البطل كان رد فعلك ايه؟ انبسطت جدا، انبسطت جدا طبعا، بعد 15 16 سنه من سنه اولى نصب، ده تاني تعاون ليا مع خالد، مبسوطه جدا بيه، ممثل محترم وموهوب ولذيذ ومتعاون، وعارفه واشتغلت معاه قبل كده، فكنت مبسوطه ممكن جدا. ممكن تلجئي للدجالين في بعد كده المشكله او حاجه؟ لا خالص. لا لا انت حسيت ان العفاريت بتخوفك فعلا وقلتي منها؟ العفاريت ايه؟ اه حسيت ان في عفاريت مره حواليك في اي مره في حياتك؟ ما حسيتش، ما اعرفش، ما بيحبونيش الحمد لله يا رب. فيلم الرهينه كان النهايه مفتوحه، هل في جزء تاني ولا في ايه؟ فيلم الرهينه اه النهايه كانت مفتوحه، ايوه، هل في جزء تاني ولا لا؟ هو بص لغايه دلوقتي ما اتعملش، بس مين عارف. انت تتمني ده؟ والله ليه لا، كان فيلم ناجح جدا. تعليقك على قرار وقف محمد رمضان؟ لا ما بعلقش حاجه، ما تخصنيش. التعاون التاني ليكي مع ياسر جلال؟ اه ياسر دي تاني تجربة معاه، أول تجربة كانت رحيم سنة 2018 وكانت تجربة الحمد لله ناجحة، بقول يا رب نكرر النجاح ده مع بعض ومع فريق العمل كله طبعا. مسلسل ظل راجل 2021، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجي طبعا، والكتابة لأحمد عبد الفتاح، فبقول يا رب كمان يكتب لنا النجاح مره ثانيه. قصه حب ولا هتبقوا ضد بعض المره دي؟ هنشوف، هتكتشف. لو نقول من الزمن الجميل كنت تتمني تكوني مين من الممثلات في الزمن الجميل؟ والله كلهم احلى من بعض، هقول مين ولا مين ولا مين، كلهم احلى من بعض. في فيلم كنت تتمني تبقي بطلته زمان او دلوقتي؟ في افلام كتير. بصي خلاص لما بيتعمل فيلم بممثله تانية خلاص بيشوفتي الممثله دي، صعب ترجعي تقولي انا اللي اعمله، بس بقول اتمنى ان اعمل ادوار حلوه زي فلان او زي لا كتير، لا حاجات كتير. ممكن اخد اسئله سريعه كده مثلا؟ قول. هتقضي راس السنه فين؟ مش عارفه. هتقصك ايه في راس السنه؟ حسب انا مقضي راس السنه فين. خايفه على ايه من 2021؟ خايفه ايه؟ خايفه من ايه في 2021؟ انها تكمل زي 2020. طب وجهي السنه ل 2020 ايه؟ وجهي رسالة لسنة 2020. شخص قدامك كده تقولي له ايه؟ لا مش شخص، 2020 بقول كان فيكي الحلو، كان فيكي المر، والمر كان بزيادة شوية. يا رب ما يرجعش تاني ونعيش 21 احسن. ايه الحلو اللي حصل معاكي؟ نجاحاتي في الشغل كانت نجاحات الحمد لله كويسة جدا.
لا اكتر اغنيه علقت معاكي في 20 في كذا اغنيه في كذا اغنيه في طبطبه في قولوا معايا في في كتير دي الجسد كان عامل اغنيه حلوه يعني انا اهلاويه ولا زملكاويه انا اهلاويه